أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. كل مؤمن بالمسيح اختبر اختبار بيبقى صعب شوية في حياته، بس أعتقد أنه لابد أنه يختبر هذا الاختبار. اختبار أنه يشعر بضعف وفتور في علاقته بربنا. وليه لابد يختبر الاختبار ده؟ لأنه أحياناً كتير لما بندوق محبة ربنا في البداية وبنبقى فرحانين قوي، بنحس أنه يعني ينفع عيش الحياة دي طول الوقت، أنا قوي جداً، الحياة دي جميلة وأنا هكمل فيها كده. فممكن الضعف ده يخليني أرجع بشكل مختلف. الضعف اللي بعدي فيه في حياتي في علاقتي بربنا بيخليني أرجع مسنود عليه أكتر، لأني تخيلت أني أعرف أعمل كده لوحدي، فلما وقعت أدركت أني ما ينفعش أعمل كده لوحدي. أدركت كلام الكتاب لما المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. افتكرت كلام المسيح لما بيقول اثبتوا في محبتي. اوعى تفتكر أنك أنت كويس، اوعى تفتكر انك بتعرف تحب، لا، انت لازم تثبت في محبتي انا. ولو شكيت او حسيت انك في يوم من الايام هتعرف انت لوحدك تعمل كده هتقع. زي بطرس بالظبط، بطرس كان دايما يقول المسيح انا بحبك، لو تركك الجميع انا لا اتركك يا رب، انا ممكن اذهب لاموت معك. ايه الكلام الكبير ده يا بطرس؟ وعملت ايه بعد كده؟ انكر المسيح. ليه؟ لانه حس اني انا بحبك يا رب، انا اعرف اعيش معك كويس، انا اقدر حتى لو الناس كلها سابتك انا مش ممكن اسيبك. لكن الحقيقه ربنا حب يخلي بطرس يقف قدام نفسه، فساعتها عرف يتكل على الرب ويتسند عليه أكتر. داود وقع وقعة صعبة جدا، وعشان كده لما كان تعبان وفي حالة فتور يقول كده في مزمور 6، كنت كل ليلة أعوم سريري بالدموع. متخيل؟ من كتر ما هو حاسس أنه ضعيف وحاسس أنه فاتر وحاسس أنه بعيد قوي عن ربنا، كان حزين جدا على نفسه. الابن الضال وصل لمرحلة من الذل والمهانة صعبة جدا بسبب أنه بعد عن بيت أبوه وقرر أنه يعيش لوحده بالانفصال عن أبوه. دي حالتنا بالظبط وإحنا بعيد عن ربنا، بنبقى طول الوقت حاسين أن إحنا لوحدنا، حاسين أن إحنا بنواجه الحياة بدون ما حد يسندنا. ربنا جنبنا وكل حاجة، بس إحنا مش حاسين لأن إحنا في حالة ضعف، إحنا مش جنبه. علشان كده لو عايز حل، لو عايز علاج للوضع ده، أقولك ببساطة تعال لربنا زي ما أنت بحالتك بوضعك، وقول له يا رب أنا عايز منك قوة، أنا عايزك تناديني من جديد وتتعامل معايا من جديد واختبر الراحة والفرح الحقيقي معاك. والرب أكيد هيسمع ويستجيب الطلبة ويخليك تختبر اختبار تاني رائع اسمه رد النفس. بعد ما بعدت عنه كتير قوي ينفع يرجعك وينفع يمتعك مرة تاني بكلمته وبشخصه. سلامك العجيب يفيض في حياتي بحبك السكين، حتى أرى دواما سلامك العجيب يفيض في حياتي بحبك السكين. اليوم إني آتي إليك يا حبيب مجددا عهودي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل، كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. صليت في فتوري أريد نهضتان، وكان شوق قلبي أنال نصرتان. صليت في فتوري أريد نهضتان، وكان شوق قلبي أنال نصرتان. حاولت ما نجحت
أحتاج قوة لذا فإني آتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. وعندما تغريني مباهج الحياة أو يبغى اضطهاد وليس من نجاة. وعندما تغريني مباهج الحياة أو يبغى اضطهاد وليس من نجاة سيعظم انتصاري سأعبر المياه. اليوم إني آتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. صليت في فتوري أريد نهضة وكان شوق قلبي أحتاج نصرة. حاولت ما نجحت أريد قوة أو أحتاج قوة. المرنم بيقول لنا قصة جميلة كلنا عدينا فيها وبيقول لنا الحل. واحدة من الحاجات الصعبة قوي إنك تروح تصلي وإنت حاسس إنك فاتر وبعيد وضعيف، بس هو قال صليت في فتوري. دي رقم واحد في الحل، إني في وقت الضعف ما بعدش عن ربنا، ما خليش الشيطان يضحك عليا ويقول لا انت دلوقتي ضعيف وربنا مش قابلك ومش هينفع تروح. بالعكس، ده اكتر وقت انت محتاج لربنا وربنا محتاج يعلن ذاته ومحبته ليك. علشان كده صليت في فتوري. ينفع اصلي؟ اه جدا. طب انا بعيد بقالي كتير، ينفع ترجع له النهارده بصلوه زي ما في يوم من الايام غيرك وانت قاعد قدامه بصلوه؟ ينفع ترجع له. صليت في فتوري وتعلن اشواق قلبك. والكلمة التانية الجميلة اللي بتعجبني في الترنيمة دي لما بيقول يا رب حاولت ما نجحت. أصل أنا حاولت بنفسي، أصل أنا كنت عايز أنتصر بذاتي، أصل أنا متخيل إن أنا شاطر وجميل ورائع وهعرف أعملها بنفسي، بس ما نجحتش. بيعترف وعارف كويس قوي اللي جواه وعارف يوصف نفسه بطريقة مظبوطة، فعشان كده أنا مش لاقي حل، مش لاقي طريق. طب إيه الحل؟ أحتاجه قوة. طب وفين القوة؟ القوة مش مني، القوة من خارج إمكانياتي أنا، القوة من عند ربنا كلي القدرة والقوة. في يوم من الأيام مرنم صلى وقال أعطي عبدك قوتك. إيه ده؟ معقولة؟ أيوة، أصل أنا ما عنديش قوة، بس أنت تقدر تدي عبدك قوتك اللي بيها يقدر يقوم من جديد ويقدر ينطلق من جديد وينفع يبقى ليه علاقة حقيقية معاك ويستمتع ويسمع كلمتك ويقدر يصلي ويقدر يقوم علشان يخدمك من جديد. ودي دعوتي ليك النهاردة، لو انت حاسس انك في حالة فتور وضعف، صلي وانت في هذا الضعف، صلي وارجع ليه بتوبة قلبية حقيقية وقول يا رب اشتغل فيا من جديد واعمل حاجة قوية، وصلي من قلبك الصلاة الجميلة اللي بحب اصليها دايما، اعطي عبدك قوتك.